بدأت شركات النفط الكبرى باستثمار الهيدروجين كمصدر طاقة واعد في المستقبل. وتسعى الحكومة الألمانية بخطط حثيثة للاعتماد على الهيدروجين الأخضر لتحقيق الاكتفاء من الطاقة وحماية المناخ. تقرير ونتابع. الحكومة الألمانية تخطط لنقل تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين إلى الدول الأفريقية وسط جهودها للتخلي عن استخدام الفحم والطاقة النووية. وستضطر ألمانيا إلى استيراد 40 إلى 60% من الهيدروجين الذي تحتاجه لخطط تحويل الطاقة. في المقابل بدأت جنوب أفريقيا بخارطة طريق مجتمع الهيدروجين التي وافق عليها مجلس الوزراء في سبتمبر أيلول الماضي لتطوير ودمج التقنيات المتعلقة بالهيدروجين عبر مختلف قطاعات اقتصاد البلاد في عملية تمكن من تحفيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال العادل بعيدا عن الفحم. السعي العالمي للحصول على طاقة نظيفة يعطل النظام العالمي القائم على الوقود الأحفوري، ويمكن أن يمثل الهيدروجين ما يصل إلى 12% من استخدام الطاقة العالمي بحلول عام 2050، مما يؤدي إلى ظهور قوى عظمى جديدة للطاقة وفقا لتقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بعنوان الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة. عامل الهيدروجين يحلل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تحدث في مشهد الطاقة. ويعتبر الهيدروجين الأخضر ضروريا في مزيج الطاقة الجديد في جنوب أفريقيا نظرا لدوره المهم في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف إزالة الكربون. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان خبير البيئة والمستشار البيئي للبنك الدولي خالد نصار. أستاذ خالد صباح الخير. صباح الخير. يا هلا فيك. هل يمكن القول أستاذ خالد أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يحدث تغيرات جيوسياسية وجيواقتصادية أيضا؟ بالتأكيد حسب ما ورد في التقرير اللي تقدمت فيه قبل قليل، هناك تغيرات على الخارطة توزيع الطاقة سيكون لطاقة الهيدروجين والهيدروجين الأخضر محرك رئيسي فيها. بالتأكيد في الوقت الحالي هناك تركز في توزيع الطاقة ما بين مصادر الإنتاج والمستهلكين، لكن مع وجود عوامل رئيسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر وطاقة الهيدروجين اللي هي على رأسها وجود الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة عن المصادر التقليدية الموجودة حالياً، نتحدث عن مناطق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأيضا جنوب الصحراء الإفريقية. هذا يعني أن هناك سيكون لاعبين جدد في إنتاج طاقة الهيدروجين والهيدروجين الأخضر، وبالتالي سيكون هناك تغير في موازين القوى وفي الممارسات التقليدية في استخدام في بعض الأحيان مصادر الطاقة كسلاح أو نماذج من الضغط الاقتصادي أو السياسي خاصة في الدول النامية. فبالتالي سيكون هناك ظهور لاعبين جدد، منهم فرصة كبيرة ستكون للدول النامية التي تحتوي على أهم عنصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو وجود ثروات غنية من طاقة الرياح وأشعة الشمس فيها. تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تنمو تجارة الهيدروجين عالميا بشكل كبير كما تفضلت، مع شروع أكثر من 30 دولة ومنطقة في التخطيط لبناء علاقات تجارية نشطة. إلى أي مدى برأيك يمكن توسيع نطاق الهيدروجين النظيف وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكربون؟ طبعا زي ما ورد في التقرير وكما ورد في تقرير وكالة الطاقة المتجددة الدولية، أن هناك أصبح هناك تغيرات في السياسات الإقليمية وانعكست على السياسات الوطنية. فبالنظر إلى ألمانيا التي وردت في التقرير وكذلك فرنسا، نجد مثلا بأن هذه الدول قد وضعت حوالي 14 مليار دولار من أجل استثمارها في التكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى حوالي 4 مليارات لعمل شراكات جديدة. طبعا هذه الدول ستكون هناك شراكات مع دول تحتوي على الطاقة النظيفة، وأصبح بالفعل العمل عليها جاري منذ العام 2019،
فأصبحت هناك إن علاقات مشاريع واعدة في المنطقة ما بين ألمانيا والمغرب، ما بين أيضا مشاريع واعدة موجودة في عمان وفي المملكة العربية السعودية، حيث يتم إنتاج أكبر أو تحضير لأكبر محطة لتوليد طاقة الهيدروجين. فبالتالي عملية التوسع وبناء الشركات الجديدة ستكون واعدة وبشكل متسارع في المستقبل القريب، لأن هذه الدول المستهلكة للطاقة مثل أوروبا وضعت سياسات إقليمية ومحلية لأن تكون دول محايدة في العام 2050، وأيضا مستهلك كبير للطاقة مثل الصين وضع سياسي بأن يكون محايدا للكربون في عام 2060. نعم. وبالتالي ستصبح هناك شركات جديدة. طيب أستاذ نصار، يعني كما ذكرت حضرتك الكثير من الدول العربية وخصوصا الخليجية بدأت تستثمر وتقوم بمشروعات تعتمد على الهيدروجين الأخضر نظرا لأنها تتمتع بالشمس وبالرياح كما ذكرت حضرتك. برأيك هل يمكن لهذه الدول وخصوصا الخليجية أن تصبح مصدرا للهيدروجين الأخضر مثل النفط والغاز؟ بالتأكيد الدول الخليجية لديها الفرصة الأكبر بسبب أن هذه الدول لديها الخبرة في عمليات التجارة بالطاقة وإنتاج الطاقة، ولديها البنية التحتية من موانئ ومن خطوط أنابيب وأيضا من وهو الأهم العنصر البشري المدرب والكفؤ في التعامل مع إنتاج الطاقة. فبالتالي هذه الدول كدول الخليج لديها الفرصة، وبالتالي نلاحظ بأنه هذه الدول التقطت هذه الفرصة مبكرا، وأن الدول الرائدة في المنطقة الآن للتعامل بالهيدروجين أو بطاقة الهيدروجين هي الدول المنتجة للنفط الأحفوري، فبالتالي لديها فرصة كبيرة في أن تكون أيضا مصدرة لطاقة الهيدروجين النظيف. دكتور نصار، يعني مع استخدام الهيدروجين سيخرج الماء وهو أنظف ما يمكن أن نراه على هذه أو على هذا الكوكب، بالتالي إلى أي مدى ذلك قابل للتطبيق برأيك، وما هي أبرز الصناعات المرشحة للاستفادة من استخدام الهيدروجين؟ طبعا عملية التطور في إنتاج طاقة الهيدروجين هي تعتمد بشكل أساسي على التطور في التكنولوجيا المستخدمة. في الوقت الحالي هناك عناصر محددة للتقدم بسبب عدم وجود محللات كهربائية ذات كفاءة عالية وسعة عالية أو استطاعة عالية، لكن في المستقبل الآن كثير من الدول وضعت ميزانيات ضخمة من أجل البحث والتطوير، أيضا شركات هي كانت شركات تقليديا تعمل في الطاقة الأحفورية وضعت مبالغ وخطط للتطوير، فبالتالي هناك فرصة كبيرة لأن يدخل هذا استخدام الطاقة الهيدروجينية في العديد من الصناعات، وهو متنوع كثيرا، منها الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة مثل الفولاذ، أيضا عمليات النقل خاصة باستخدام البواخر العملاقة التي تعمل على طاقة الأمونيا. طيب أستاذ نصار، هناك عدة أنواع من الهيدروجين، هناك الهيدروجين الأزرق والرمادي والأخضر، باختصار شديد ما الفرق بينهم واستخدام الهيدروجين ماذا سيفيدنا فيما يتعلق بالبيئة والمناخ؟ طبعا بالتأكيد أول شيء الفرق بسرعة بين الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق. الهيدروجين الأخضر هو الهيدروجين الذي يتم إنتاجه عن طريق محلل كهربائي للماء باستخدام طاقة متجددة، الكهرباء مصدرها طاقة متجددة سواء أشعة الشمس أو الرياح. الهيدروجين الأزرق هو عبارة عن عملية إعادة تشكيل لغازات الأحفورية مثل غاز الميثان عن طريق البخار، ومن ثم إنتاج الهيدروجين والتقاط الكربون وتخزينه في باطن الأرض. فبالتالي أصبح هناك فرق ما بين العنصرين. السؤال الثاني بس لو تعيدي لو سمحتي، ما الذي سيفيدنا استخدام الهيدروجين الأخضر، بماذا سيفيدنا فيما يتعلق بالبيئة والمناخ باختصار شديد لو سمحت؟ طبعا بالتأكيد
أوكي، بالتأكيد بتعرفي أنه هناك التزامات دولية في عدة قمم للمناخ التي تمت من أجل التخفيف من الانبعاثات للغازات الدفيئة وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي استخدام طاقة الهيدروجين التي يوجد فيها صفر كربون، فبالتالي هناك فرصة كبيرة لمحاولة لعكس التأثيرات التي يواجهها الكوكب الأرض من تغيرات المناخ. شكرا لك خبير البيئة والمستشار البيئي للبنك الدولي خالد نصار على هذه المشاركة.